وخليني بقى أخذك كمان لهذا الموضوع وفي نفس السياق المتصل. طبعا باليوم الوطني أعلنت وزارة الدفاع عن مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية بمناسبة اليوم الوطني 94، وراح تكون في مختلف مناطق المملكة. تشوفين الصور يا أودي؟ مرة حلوة. طبعا هذه حلوة لكل مثلا العوائل اللي عندهم أطفال، أكثر شيء أحسهم اللي يحبون يتابعون هذه الأشياء ممكن يعرفون وين المواقع المتواردة فيها عرض القوات الجوية، ويقدرون يتوجهون لها من بدري عشان ما يصير ما عندهم مكان. صحيح، أصلا تخيل السنة اللي راحت أنا كنت أقدر أشوفهم من الحوش. يا سلام. إيه كنت أقدر أشوفهم من الحوش، حطيت قهوتي وقعدت، يعني أقدر أشوفهم. طبعا مو بوضوح إنه لو كنت في نفس الموقع، صح أكيد، بس كنت أشوفهم يعني وأسمع أصوات الطيارات كيف كانت والعروض. طبعا ويعني بالحديث عن ذلك والشيء بالشيء يذكر، احنا راح نكون متواجدين يوم 23 سبتمبر في اليوم الوطني السعودي. راح تكون تغطية خاصة في روتانا مثل ما عودناكم كل سنة، يكون عندنا تغطية خاصة طوال اليوم، وراح ننقل لكم أحداث وفعاليات اليوم الوطني. فحتى اللي قاعدين في البيت اليوم الوطني واللي ما هم طالعين يقدرون هم يتابعونا على قناة روتانا خليجية ويشوفون كل الفعاليات لايف. طبعا راح تكون فمتحمسين كثير أكيد على هذا اليوم.